السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة فارم دي مقرر مطروح اورجانيك 1. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الريكريستاليزيشن، ودوت وان اوف بيوريفيكيشن تكنيكس اللي انا بستخدمها عشان اعمل بيوريفاينج للسوليدز. تمام، الفكرة ان انا عندي اي رياكشن بعمله بيطلع البرودكت بتاعي بيكون فيه بعض الامبيوريتيز. الامبيوريتيز ديت ممكن تكون جزء من الستارت ماتيريال، ممكن تكون باي برودكت، ممكن يكون برودكت تاني بس انا مش عايزه. فانا الهدف ان انا احصل على البرودكت بتاعي في صورة بيور عشان ابدأ بقى استخدمه في الحاجات التانية. زي ما احنا هنا شايفين دوت السوليد وموجود معاه بعض الامبيوريتيز اللي هي باينه عندنا باللون الاحمر دي، ببدأ اعمل له بيوريفيكيشن لغايه ما يطلع عندي السوليد بتاعي في صوره بيور. طيب ايه فكره الريكريستاليزيشن تكنيك؟ الفكره بتعتمد على السوليبيليتي بتاعه السوليدز. تمام، انا عندي اي ماده طالما ان هي قابله للذوبان، في طبعا مواد انسولوبل، لكن طالما المادة سولابل فانا لو مثلا بيبقى ليها سيرتين سولبيليتي في اي سولفنت، بمعنى ان هي ممكن تدوب. السولبيليتي دي هتختلف طبعا من سولفنت للتاني، في بعض هتبقى بعض المواد بتدوب كويس في سولفنت فلاني ومش هتدوب كويس في سولفنت التاني. بس حتى السولفنت اللي هو الضعيف دوت او السولفنت اللي هي مش بتدوب فيه كويس هيبقى ليها سيرتين سولبيليتي فيه وهتدوب منها جزء حتى لو بسيط. فانا هنا برضو بتعتمد على الكمية، فانا مثلا لو جبت معلقة ملح وحطيتها في كوباية مية هتبدأ المعلقة دي كلها تدوب، لكن لو جبت كيس كبير من الملح وحطيته في كوباية المية طبعا هيبدأ يدوب جزء بسيط من الملح لكن الباقي هيفضل موجود. تمام، فانا الفكرة هنا عندي، انا عندي السوليد وعندي الامبيوريتيز. الامبيوريتيز دي المفروض بتكون كميتها قليلة جدا، اقل بكتير من السوليد بتاعي. تمام، فانا مثلا ايه لما ببدا احط بقى السولفنت بيبدا الامبيوريتيز دي عشان كميتها قليله جدا فبتبدا تدوب، لكن السوليد اللي موجود عندي بيدوب جزء منه لكن بيفضل اغلبه موجود انسولابل. تمام، ده في الروم تمبريتشر. طيب بعد كده لما باجي ابدا اعمل هيتنج لغايه ما يوصل السولفنت اللي انا حطيته دوت يوصل للبويلنج بوينت بتاعته، طبعا احنا عارفين كل ما اعمل انكريز للتمبريتشر هيحصل انكريز للسوليبيليتي، فالسوليد اللي ما كانش دايب ده في الاول هيبدا يحصل له ديسولف، هيبدا يحصل له ديسولف ويدوب. تمام، وهيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي السوليد سولوبل كده. هو ايه السولفنت وصل للبويلنج بوينت بتاعته، دايب عندي السوليد ودايب عندي الامبيوريتيز. طيب ايه خطوات الريكريستاليزيشن؟ عندي 7 خطوات. اول خطوه فايند بيست سولفنت، تاني خطوه ديسولف بالك سامبل ان سولفنت، تالت خطوه ديكالرايز، رابع خطوه ريموف انسولوبل امبيوريتيز، خامس خطوه كول سوليوت سولفنت ميكشر، سادس خطوة collect crystals، سابع خطوة dry and analyze crystal. وهنبدأ نتعرض لكل خطوة من دول بالتفصيل. أول حاجة find the best solvent، the characters of solvent for crystallization. أول حاجة solubilize solid near or at its boiling point. يعني إيه؟ يعني السوليد اللي أنا عايز أعمله بيرفاينج دوت يدوب عند البويلنج بوينت بتاعت السولفنت اللي انا مختاره او نير البويلنج بوينت بتاعته. تاني حاجة ان هو يدوب سولوبلايز امبيوريتيز اون كولد، يعني الامبيوريتيز تدوب في روم تمبريتشر. تالت حاجة must be easily removed from purified solid crystals، يعني اقدر ان انا اتخلص منه بسهولة بعد ما انا اعمل عملية الريكريستاليزيشن. رابع حاجة doesn't react chemically with purified solid. ليه؟ لان هو لو اتفاعل مع السوليد بتاعي فانا مش هقدر احصل على السوليد بتاعي في صوره بيور، بالعكس انا كده مش هاخد الماده بتاعتي، هيبقى في ماده جديده موجوده ودي انا مش هقدر احصل عليها. ولو حبيت بقى ان انا ايه ارجع افصل بينهم تاني هتبقى ديت حكايه صعبه، ان انا بقى هبدا اعمل تفاعل كيميائي تاني عشان اكسر المركب الجديد اللي اتكون وممكن يحصل لوس تاني في المركب بتاعي، فلازم يكون حاجه ما بتتفاعلش مع السوليد بتاعي. خامس حاجة should yield well formed crystals from purified solid، يعني السوليد اللي أنا عايزه يطلع كريستالز كويسة تطلع حجمها كبير شكلها كويس. تمام، سادس حاجة solvent boiling point should generally be low than solid melting point to avoid oiling out،
يعني ايه؟ يعني البويلنج بوينت بتاعت السولفنت تكون اقل من الميلتنج بوينت بتاعت السوليد اللي انا بعمل له ريكريستاليزيشن. ليه؟ لان انا عندي لو البويلنج بوينت اعلى من الميلتنج بوينت بتاعت السوليد، ايه اللي هيحصل؟ انا لازم اوصل للبويلنج بوينت، فهيكون عدى الميلتنج بوينت بتاع السوليد، هيبدا السوليد يحصل له ميلتنج، وهيبدا يعمل لي زي دروبلتس من الاويل موجوده في السولفنت، وديت اللي اسمها ايه؟ الاويلنج اوت. Most commonly used solvents. Water is the best solvent. طبعا الووتر ده احسن solvent لان هو بيكون non toxic وبيكون easily ان انا اتعامل معاه وسهل ان انا افصله. في حاجات تانية زي الايثانول والميثانول والبروبانول. عندي قاعدة طبعا like dissolves like، يعني انا مثلا لو عندي حاجة بولر عايز ادوبها، السوليد بتاعي بولر، فانا لازم اختار سولفنت يكون بولر. لو عندي الحاجة نون بولر فانا هختار سولفنت نون بولر. If you have more than one solvent suitable for recrystallization of a certain compound, what would you do؟ يعني انا لو عندي اكتر من سولفنت مناسبين، مناسبين يعني ايه؟ فيهم الشروط اللي احنا قلناها بتاعت البيست سولفنت قبل كده، تمام؟ فانا اعمل ايه بقى؟ اختار بينهم على اساس ايه؟ الاختيار بتاعي هيعتمد على كذا حاجة. اول حاجة degree of inflammability، يعني القابلية للاشتعال بتاعت كل سولفنت. يعني مثلا انا لو عندي اتنين سولفنت، واحد فيهم بيشتعل بسرعة جدا عن التاني، فانا طبعا مش هختاره، هفضل ان انا اختار ايه؟ التاني اللي هو ما بيشتعلش بسرعة. تاني حاجة degree of toxicity، طبعا انا مش عايز حاجة تأثر على الشخص اللي هو بيشتغل دوت او يتأثر عليا انا، فانا طبعا هختار الحاجة اللي هي more safe. easy to manipulate، يعني سهل ان انا اتعامل معاها، تمام. economic factors، يعني انا لو عندي برضو solvent غالي جدا وsolvent ارخص شوية، فانا اكيد هلجأ للsolvent الارخص. طيب عندي limitation for the use of some solvents in the recrystallization process. في بعض السولفنت بيكون في ليميتيشن ليها، فانا بفضل ان انا ما استخدمهاش. زي ايه؟ زي عند الايثر. الايثر دوت ليه جريت انفلامابيلتي، يعني بيشتعل بسرعه جدا. كريب اب ذا وولز اوف ذا كونتينر، يعني ببدا الاقيه يبدا يطلع على الوولز بتاعت الكونتينر ديت، تمام. فده بيؤدي ان هو يتعرض للهواء بسرعه ويبدا ان هو يشتعل بسرعه اسرع، زي ما احنا شايفين بيبدا ايه يطلع على الجدران بتاعت الكونتينر. واحنا هنشوف ان احنا واحنا بنعمل عملية الريكريستاليزيشن ان انا بضطر اسخن، فهو لما هيطلع ويبدأ يلامس السطح السخن وهو معرض للهواء، هيحصل طبعا ان هو ايه؟ هيشتعل بسرعة كبيرة. عندي الكربون داي سلفايد، ده ليه لو فلاش بوينت اقل من 15 سيليزيوس، تمام. فورمز فيري اكسبلوسيف ميكشر ويز اير. الفلاش بوينت ديت اللي هي ايه؟ اللي هي temperature at which liquid give rise to ignition vapors. يعني زي ما احنا شايفين ادي الفيبورز بتبدأ تطلع، فبيبدأ ايه؟ يلامس الهواء الجوي، وهو ايه؟ الفلاش بوينت بتاعته قليلة جدا، اقل من 15، فبيبدأ يطلع لي ايه؟ زي انفجارات صغيرة كده، او بيشتعل اشتعالات بسيطة. طبعا ده انا مش عايزه. اهو لو واحد بيشتغل طبعا هيروح يولع في وشه، فانا طبعا مش هستخدم الكربون داي سلفايد ده غير لو مثلا في حاله يعني انا مضطر ان انا استخدمه. طيب how to choose a crystallization solvent، يعني انا دلوقتي خلاص عرفت السولفنت دوت ايه البيست سولفنت، ايه الخواص اللي المفروض بيه. طب اعرف منين ان السولفنت ده مناسب للماده اللي انا بستخدمها ولا مش مناسب؟ اول حاجه هاخد 1 من 10 جرام من البودر، تمام، هحطها في دراي وكلين تيست تيوب، وهبدأ أضيف ليها 1 ملي من السولفنت دروب وايز والشيكينج. يعني هبدأ أضيف 1 ملي من السولفنت، بس مش هضيفه كله مرة واحدة، هضيف دروب وايز وهعمل شيكينج. طب أنا عندي كذا حالة. أول حاجة سوليد دوسولف كومبليتلي، طبعا ده هيبقى إيه؟ نوت سوتابل. ليه؟ لأن أنا عايز من الخواص بتاعته اللي أنا اللي لبست سولفنت إن هو يكون مش بيدوب المادة بتاعتي أون كولد، لكن يدوبها نير البويلينج بوينت، تمام. طيب عندي ايه الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه سوليد نوت ديسولف ان كولد سو هيت، يعني هو ما بيدوبوش كولد، فانا ايه؟ هبدا اسخن. طيب لو اف
سوليد ديسولف اون وورمنج، يعني هو لسه بيسخن لسه ما وصلش البويلنج بوينت، فانا كده ايه هقول ان هو نوت سوتابل، يعني السولفنت ده مش مناسب. طيب لو بقى ايه اف سوليد ديسولف اون بويلنج بوينت اور نير بويلنج بوينت اوف سولفنت، كده دوت هقول عليه ان هو مناسب وتمام وابدا ايه استخدمه. طيب لو بقى ايه السوليد نوت ديسولف ايفن افتر بويلنج، ذن اد 1 ملي اوف سولفنت اند كونتينيو هيتنج، يعني لو انا سخنت وصلت للبويلنج بوينت بتاعتي والسوليد ما دابش، هعمل ايه؟ هضيف كميه تانية من السولفنت وابدا اشوف، لو داب يبقى انا كده ايه هستخدمه، لو ما دابش هضيف 1 ملي كده، كده دي المره الثالثه، يعني انا ضفت في الاول 1 ملي وضفت هنا ادي الملي الثاني وهنا ده الثالث، تمام؟ وانا كده بسخن واصل عند البويلنج بوينت. طيب لو داب هستخدمه، لو ما دابش يبقى انا كده ايه هضطر ان انا ايه ادور على سولفنت تاني. طيب كده كده انا اول خطوه عندي عملتها ان انا ايه فايند بيست سولفنت، شفت السولفنت المناسب للماده بتاعتي. الخطوه الثانيه دي سولف بالك سامبل ان سولفنت، ادي الماده السولفنت اللي انا اخترته بدات اسخنه وحطيت معاه طبعا البويلنج ستونز ما ننساهاش عشان ما يحصل افويد بامبنج، هبدا اسخن لغايه ما يوصل للبويلنج بوينت بتاعته، تمام. هنا بقى عندي ايه، جبت فلاسكايه تانية فيها السولفنت، فيها الماده بتاعتي، معلش فيها الماده بتاعتي السوليد وطبعا معاه الامبيورتيز. هبدا اضيف بقى ايه، هبدا اضيف من السولفنت، هبدا اضيف على الماده بتاعتي، تمام. هضيف لغايه امتى؟ هضيف واعمل شيكينج لغايه ما الماده يحصل لها ايه كومبليتلي تدوب، تدوب كومبليتلي، تمام. طيب خلاص كده الماده بتاعتي دابت وهي واصله للروم للبويلنج بوينت، تمام. هبدا دلوقتي ايه اتعرف على الامبيوريتيز، عندي سوليبل امبيوريتيز دي خلاص اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتدوب اصلا اون كولد في الروم تمبريتشر، تمام، فانا دي مش هحكي عليها تاني. عندي بعد كده ايه الكولد الكالرد امبيوريتيز وعندي الانسولابل امبيوريتيز. الانسولابل امبيوريتيز زي ما احنا قلنا في حاجات مش بتدوب في اي سولفنت زي الساند زي الدست زي الجلاس، فدول انا لازم برضو اتخلص منهم. طيب في حاله بقى ايه الانسولابل امبيوريتيز دي هتخلص منها ازاي؟ هعمل حاجه اسمها هوت فلتريشن. انا عندي ادي الفلاسكايه بتاعتي دي اللي فيها الحاجه اللي هي دابت، هجيب فلاسكايه تانية، تمام، هجيب فلاسكايه تانية اهو وفيها الفلتر بيبر وفيها الفانل، وهبدا بقى ايه هبدا اعمل فلتريشن زي ما احنا شايفين هي ايه في هوت، فهي على الهوت بليت. يعني انا دلوقتي هيبقى عندي على الهوت بليت عندي حاجتين، عندي الفلاسكايه الاولانيه اللي هي فيها الماده بتاعتي الضيق اللي هي وصلت للبويلنج بوينت، فيها طبعا الانسولوبل امبيرتيز زي جلاس او داكت او داست او الساند، وعندي الفلاسكايه الثانيه اللي هي اهي هعمل فيها فلتريشن وعليها الفلتر بيبر. طيب ايه الهدف من ان انا بعمل هوت فلتريشن؟ ليه انا ما اعملش فلتريشن بره واريح نفسي؟ اول حاجه انت دلوقتي لو خدت الحاجه بره، طب ما انا الماده بتاعتي اصلا مش دايبه في السولفنت كومبليتلي في الروم تمبريتشر، فانا هضطر بقى ايه ان الماده دي هتبدا يحصل لها ايه، يحصل لها ان هي ايه بريسبيتيشن، هتبدا تترسب. فانا لما هاجي اعمل الفلتريشن كده اللي في الفلتر بيبر ده مش هيبقى بس الانسولوبل امبيوريتيز، هيبقى انسولوبل امبيوريتيز وهيبقى جزء من الماده بتاعتك، لان هي خلاص حصل لها بريسبيتيشن، لان هي ايه بدات يحصل بدا يحصل كولينج وبدا يحصل لها بريسبيتيشن. فانا بعمل هوت فلتريشن عشان اتاكد ان الماده بتاعتك اللي انت شغال بيها سولابل، تمام، تكون دايبه في السولفنت، واللي يبقى على الفلتر بيبر بس هو الانسولابل امبيورتيز. فانا كده عندك الانسولابل امبيورتيز من فوق وتحت بينزل الماده بتاعتك وهي دايبه في السولفنت، تمام. طيب الدي كولرايز، طيب انا ساعات ممكن يبقى عندي المحلول بيبقى فيه كولر، تمام، فانا لازم اتخلص من الكولر ده، هعمل ايه؟ هبدا اضيف شاركول، تمام، طبعا زي ما احنا قلنا برضو كل حاجه وانا وهو في السخن، هضيف شاركول معلقه شاركول صغيره وهبدا ايه اعمل ستيرنج، هيبدا الشاركول يبدا ايه يعمل ادزوربشن للامبيورتيز اللي هي عامله كولر ديت،
وهعمل عملية الهوت فلتريشن تاني. فانا كده اراعي برضو ان انا لما يبقى عندي، لو عندي مثلا كلر وعندي انسولابل امبيورتيز، فانا اضيف الشاركول الاول عشان اعمل الهوت فلتريشن مرة واحدة، ما اعملش مرة هوت فلتريشن واروح اطلع الساند مثلا الموجود وبعد كده الاقي لا ده ملون فاروح ابدا احط شاركول تاني. لا انا من الاول لو هو ملون وفي انسولابل امبيورتيز فانا هبدا اضيف شاركول وبعد كده اعمل الهوت فلتريشن. فانا كده هيبقى في الفلتر بيبر اللي عندي هيبقى فيه الشاركول وهو عامل ادزوربشن للكالرد امبيورتيز، وهيبقى فيه الانسولوبل امبيورتيز موجوده، واللي هينزل تحت دوت ده اللي هو السوليد بتاعي وهو دايب في السولفنت. يبقى احنا قلنا ان انا بلجأ لعملية الهوت فلتريشن ديت عشان اتخلص من الانسولول او اتخلص من الشاركول اللي هو عامل ادزوربشن للكالرد امبيورتيز، في حين ان تفضل المادة بتاعتي سولابل في السولفنت دوت وتبقى لسه يبقى السولفنت نير للبويلنج بوينت، فيبقى مدوب المادة بتاعتي كلها وما اخسرش جزء من المادة بتاعتي على الفلتر بيبر. طيب دلوقتي how you could prevent premature deposition of crystals during filtration or in the neck of the funnel. يعني ان يعني ايه اللي يحصل، قصده ايه بالكلام ده؟ قصده ان انا ما يحصلش ان الماده بتاعتي تبدا يحصل لها بريسبيتيشن، تمام، او ان هي تترسب في النيك بتاعت الفانل. اول حاجه ان انا طبعا هعمل الهوت فلتريشن، تمام. تاني حاجة فلوتد فلتر بيبر، ان انا هبدأ اتنيها عشان طبعا ازود السيرفس اريا فبالتالي يزيد سرعة الفلتريشن. وايد شورت ستيمد لارج فانل، يعني انا ايه الفانل هجيب النيك بتاعتها قصيرة جدا وتبقى برضو واسعة بحيث ان السولفنت ما ياخدش فترة طويلة في النيك ديت ويبدأ ان هو يبرد، تمام. فده طبعا هيخلي المادة بتاعتي يحصل لها ان هي يحصل لها بريسبيتيشن، فانا هختار هجيب الشورت ستيمد فانل عشان السولفنت يعدي بسرعة. طيب if solid does separate out in on the filter it must be scraped back into the first flask redissolve and refiltered. يعني ايه؟ يعني انت بقى لو حصل بريماتيور ديبوزيشن، يعني الكريستالز بدأت تتجمع وبدأت يحصل لها بريسبيتيشن على الفلتر بيبر، فانت كده هتضطر تروح ترجع السوليد كله اللي هو موجود على الفلتر بيبر ترجعها في الفلاسكاية الأولانية وتبدأ تدوبه تاني وتسخن تاني، وبعد كده تبدأ ايه تفلتر تاني عشان تطمن ان السوليد بتاعك كله موجود في السولفنت وما ترسبش على الفلتر بيبر. يبقى ايه المفروض ان الفلتر بيبر عليها بس الانسولابل امبيورتيز والشاركول اللي هو عامل ادزوربشن للكالرد امبيورتيز. خامس خطوة هعمل كولينج للسوليوت سولفنت ميكشر. خلاص انا خلصت كده واطمنت ان انا ما عنديش اي انسولابل امبيورتيز ولا اي كالرد امبيورتيز، فانا كده عندي حاجتين موجودين في السولفنت، عندي السوليد بتاعي وعندك السولابل امبيورتيز اللي هي موجودة بكمية بسيطة. هبدأ بقى ايه اسيب الفلاسكايه على البنش واسيبه في الروم تمبريتشر. ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ يحصل كولينج للسوليوشن، كل ما هيحصل كولينج هتبدأ السوليد يبدأ يحصل له بريسبيتيشن ويبدأ يتجمع ويكون كريستالز. طبعا الجزء اللي هو الانسولوبل امبيورتيز دوت هيفضل دايب لان هو كميته قليله جدا وهو اصلا دايب في الروم تمبريتشر، تمام. فانا هسيبه وهيبدأ يتكون عندي الكريستالز، تمام. زي ما احنا شايفين الكريستالز اهي بدأت تتكون تحت بعد ما كان طبعا كومبليتلي سولابل. طيب عندي نوتس على الكولينج، must be slowly at room temperature not rapid by cooling in ice bath. why؟ يعني انا ايه لما اخد الفلاسكايه من على الهوت بليت ما اروحش احطها في ايس باث على طول، لا اسيبها تبرد على مهلها على البنش. ليه؟ عشان لو حطيتها على طول في الايس باث هيبقى عمليه الكريستاليزيشن او تكوين الكريستالات هتبقى سريعه جدا، فيتكون عندي فيري سمول كريستالز لارج سيرفيس اريا ادزوربشن اوف امبيورتيز. الكريستالز الصغيره ديت هتبقى كريستالز كتير عددها اكبر، فهيبقى السيرفيس اريا بتاعتها اكبر، فهيبقى امكانيه ان هي يحصل لها ادزوربشن للامبيورتيز هتبقى اكبر. فانا كل ما هعمل رابيد كولينج كل ما انا هيبقى الكريستالات عندي هتبقى كريستالز صغيره، كل ما هيبقى في احتماليه اكتر لان يبقى عندي امبيوريتيز.
طب اندكشن للكريستاليزيشن يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي مثلا سبت السولفنت بتاعك سبته في الروم تمبريتشر وما بدأش يحصل يتكون كريستالز، فانا هعمل ايه؟ هبدأ اعمل اندكشن للكريستاليزيشن. يبقى هعمل اندكشن للكريستاليزيشن below the surface of the solution with a glass rod. هبدأ أعمل fine scratches on the wall and the minute fragments of glass produced may serve as excellent nuclei for crystal growth. يعني إيه؟ باخد الجلاس رود وأبدأ أعمل احتكاك مع السيرفيس بتاع الوول بتاع الفلاسكاية، فبيبدأ يطلع فراجمنت صغيرة جدا من الجلاس، دي بتبدأ تبقى عاملة زي النيوكلياي، فتبدأ الكريستالز بتاعت السوليد بتاعي تبدأ تتجمع عليها. تاني حاجة ممكن أعملها عشان أعمل إندكشن اللي هو كولينج إن أفريزنج ميكشر، يعني هو خلاص وصل للروم تمبريتشر ولسه ما تكونش، فهبدأ أحطه في آيس باص عشان يبدأ يحصل كريستاليزيشن. يعني بس طبعا أنا مش بحط في آيس باص من البداية، بحط في آيس باص لما يوصل للروم تمبريتشر ويبقى مفيش كريستالز أو يبقى الكريستالز قليلة. الخطوة الثالثة اللي أنا ممكن أعملها، طبعا دي كذا تكنيك، يعني مش أنا مش بق مش خطوات بعملها، أنا بعمل واحد فيهم عشان يحصل إندكشن للكريستاليزيشن. تالت حاجة سيدنج، إن أنا ببدأ أحط زي ما احنا شايفين، ببدأ أحط كريستالز صغيرة جدا من السوليد، فبيبدأ يحصل إن أنا إيه يتجمع عندها، نفس الفكرة برضو بتاعة الجلاس بتاعة السكراتشنج، بيبدأ يتجمع حواليها الكريستالز من بتاعة السوليد بتاعك. تمام. اخر حاجة ممكن استخدمها اللي هو السوليد كربون دايوكسيد، تمام، اللي هو اسمه دراي ايس، ده بيدخل برضو فبيعمل زي بيعمل كولينج فيبدأ يعمل اندكشن للكريستاليزيشن. ممكن برضو اعمل ايفابوريشن للاكسس سولفنت، ممكن يكون مشكلة عندي ان السولفنت زيادة، فطبعا زي ما احنا قلنا كل ما هزود السولفنت او كل ما هزود التمبريتشر هيدوب الكريستالز بتاعتي، فانا هبدا اعمل ايفابوريشن لغايه اما يطير شويه كويسين من السولفنت، وابدا اعمل تاني ان انا اعمل كولينج في الروم تمبريتشر واشوف هل هتتكون كريستالز ولا لا، لو ما كونتش ممكن اعمل ايفابوريشن تاني برضو واقلل الاماونت اوف سولفنت لغايه اما يتكون عندي كريستالز. زي ما احنا شايفين ده شكل الكريستالز جنبينا، ده كده كريستالز ممتازه. دي طبعا بعد ما سبتها في الروم تمبريتشر وبدأت تتكون معاك، فهتبقى بالشكل دوت اللي احنا شايفينه قدامك. طيب بعد كده اخر حاجة الكوليكشن اوف كريستالز، بستخدم السكشن فلتريشن. اول حاجة خلاص بعد ما عملت السكشن فلتريشن، انتوا عارفين طبعا ان الفلتريشن في نوعين، في البخنر وفي السيمبل فلتريشن، فانا هنا هستخدم السكشن فلتريشن اللي هو البخنر فلتريشن. طيب بعد ما خلصت فلتريشن ادي السوليد بتاعي موجود فين؟ موجود على الفلتر بيبر، اديني طلعتها، ببدأ اطلع السوليد من الفلتر بيبر. تمام، ادي السوليد بتاعك اهو موجود من تحت كده، ادي السوليد كله موجود على البليت، وكده الفلتر بيبر ما عليهاش اي سوليد. دراينج اوف كريستالز، تمام، انا عندي كذا طريقة، يعني انا خلاص جمعت الكريستالز بتاعتي فعايز ابدأ اعمل لها دراينج، فانا ممكن اسيبها في الاير او احطها في الاوفن او الفاكيوم اوفن عشان اعمل لها دراي. What happen if there is no solvent suitable for recrystallization of your solid؟ يعني انت ما لقيتش اي solvent مناسب للسوليد بتاعك، هنعمل ايه؟ هنلجأ للميكسد سولفنت تكنيك. ايه الميكسد سولفنت تكنيك دوت؟ ده انا بعمل ميكشر ما بين جود سولفنت وما بين بور سولفنت. الجود سولفنت دوت المفروض ان هو ديسولف ذا كومباوند فيري ويل ايفن ات روم تمبريتشر، يعني بيدوب المركب بتاعك بالكامل في الروم تمبريتشر. البور سولفنت دوت دازنت ديسولف ذا كومباوند بوس ات روم تمبريتشر and even when at boiling point. يعني البور سولفنت ده انت حتى لو وصلت بيه للبويلنج بوينت مش هيدوب المركب بتاعك. طيب
ملحوظة هامة جدا، لازم these two solvents must be miscible completely. يعني أنا ما ينفعش مثلا أجيب حاجة زي الزيت والمية ويبقوا فاصلين قدامي ودول أستخدمهم في الـ mixed solvent technique. أنا عايز حاجة تبقى miscible عشان يحصل عندي الـ recrystallization بصورة كويسة. طيب يبقى أنا كده هلجأ للـ mixed solvent technique. طيب إيه هي الـ steps of recrystallization from a mixed solvent system؟ تمام، اول حاجه keep the solution hot during this process. يعني انا السوليوشن بتاعي اللي انا بستخدمه لازم يبقى في حاله سخنه طول العمليه بتاعتي. اول حاجه هعمل ايه؟ the solution in the least amount of good solvent. يعني هجيب السوليد اللي معايا وهدوبه في اقل كميه ممكنه، كميه السولفنت اللي كافيه ان هي تدوب السولفنت بتاعي السوليد بتاعي completely. طيب تاني حاجه هبدا ايه، add the hot pour solvent gradually with shaking each time until you see a permanent cloud remaining after shaking. يعني انا بعد ما خلاص داب بالكامل السوليد بتاعي في الجود سولفنت هبدا اضيف البور سولفنت، وطبعا يكون هوت. عندي لازم التو سولفنت الجود والبور سولفنت يكونوا هوت. هبدا اضيف بقى من البور سولفنت gradually with shaking لغاية امتى؟ لغاية ما ابدأ الاحظ في turbidity، يعني في تعكير في السوليوشن بتاعي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ make the solution clear again by adding a drop or two of the good solvent to the mixture. طبعا احنا عارفين ان التربيدتي اللي اتكونت ديت دي اتكونت نتيجه ان السوليد بقى في جزء منه انسولابل، تمام، او بدا يحصل له بريسبيتيشن. فانا هبدا اعمله كلير، ارجعه كلير تاني ان انا هضيف دروب اور تو من الجود سولفنت دوت لغايه ما يبدا يطلع عندي السوليوشن بتاعي يبقى كلير. رابع حاجه خلاص هبدا ايه، اعمل كول للسوليوشن بتاعي لغايه ما يطلع عندي كريستالز. هبدا اعمل كوليكت ووش، واخر حاجه هعمل دراينج اوف كريستالز. اكزامبل اوف ميكسد سولفنت، طبعا زي ما احنا قلنا لازم يكون الميكشر لازم يكون ميزابل، لازم يكون التو ليكويدز ميزابل مع بعضهم. عندي امثله زي الميثانول والووتر، زي الايثانول والووتر، الميثانول والتلوين، الايثانول والتلوين، الاسيتون والبتروليوم ايثر، الدي ام اف والووتر، الدمسو والووتر. ريكفري، البيرسنت ريكفري دي انا عايز احسب منها الكميه اللي طلعت معايا من السوليد بعد الريكريستاليزيشن. بتتحسب ازاي؟ ويت اوف سوليد افتر ريكريستاليزيشن على الويت اوف سوليد بيفور ريكريستاليزيشن في الميه، تمام. يبقى انا كده عايز احسب البيرسنت اللي طلعت معايا من السوليد بتاعي. فانا هجيب الويت بتاع السوليد افتر ريكريستاليزيشن على الويت بتاع السوليد قبل الريكريستاليزيشن في 100، وهيطلع لي البيرسنت ريكفري. طيب الاويلنج اوت فينومينا زي ما احنا قلنا قبل كده ان بيبقى عندي البويلنج بوينت بتاعت السولفنت اعلى من الميلتنج بوينت للسوليد. فانا طبعا الريكريستاليزيشن بيتم عند البويلنج بوينت او نير البويلنج بوينت للسولفنت، فانا لما هعلي لغايه البويلنج بوينت هكون عديت الميلتنج بوينت بتاعت السوليد، وهيبدا السوليد يحصل له ميلتنج وهيبدا يكون لي زي اويل دروبليتس في السولفنت. فبتتكون عندي طبعا اويل، مش بتتكون كريستالز. طيب ليه واي ذا اويل فورم نوت favorable فورم اوف بيروفايت سوليدز؟ دي المفروض تدور عليها. بس عموما ان انت عندك الاويل دوت بيبقى السيرفس اريا بتاعته عاليه جدا، بيبقى بيحصل له بسهوله جدا ان هو يحصل له ادسوربشن للامبيورتيز، زائد ان انت مش بيبقى عندك كريستالز فبيبقى صعب بعد كده ان انت تتعامل معاها. طيب اعمل ايه بقى؟ how to overcome oiling out. اول حاجه scratching، يعني ايه؟ هبدا اجيب جلاس رود واعمل scratching بحيث ان انا اكسر الاويل دروبلتس اللي موجوده ديت. تاني حاجه هعمل reheating with addition of few milli of pure solvent، يعني هبدا اسخن تاني بس وهضيف شويه من البيور سولفنت مره تانيه بحيث ان انا ادوبها. بس طبعا الهيتنج الجديد دوت مش هوصله للميلتنج بوينت بتاعت المركب، للبويلنج بوينت بتاعت السولفنت. يبقى انا هعمل ري هيتنج بس ما اوصلش للميلتنج بوينت بتاعت المركب بتاعي عشان ما يحصلش ايه، ما يحصلش اويلنج اوت مره تانية.